بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نخيطة هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو ليبت إخاخيول درسز دسان قضية سلخ أي دبيرة سلخ روك إني كولل شرط أزو بيتوني باك أل نخيطة تسالولاغو نخيطة تبسيب درسي دا تسالانا إماماس يجي إماماس جندي إزنو كوروشياس دبيرهم چيتولاغو بيانا كوصال دا تياخيول رعباز دا سنبوغين أبون ديتا دودا دبيرخي خورخي نابونا ديتا مون دبيرخيال دا بترخون تانا أبون دینگو بیانال گوره رعباز دستان بوگین ابون دیتسا هب دیبیرخی اخیوک دو دا مغچ ای هبون این ابون دینگو شرط بوگین ابون جیو دیبیرخون تولو چیا سراقاکن رعی ابون جنسا قبول حبیز خیخ ابون اسکو جیو گونانی ریکا دو گونانی جندی خی خبر شیال داخون دینگو نخیتسا تسالانا شیو چو گونیگی جند تولو کایال دا تو شهر آل دا دیبیر خبیز دیت آخون جیو گرونا نیت اک اچیوات هیچ اگون هستا هب قبول هبیزگی دیبیر خون چیت علبه بیزگی تاد دا بوگین ابون بوطسی جنس خیال داشون بوگونا نگیتین جیو ظلمو ابیلین ابون خلقال دا هیل دا حنقانا نگیتین اما تو شهر آل دا جند دیبیر خبیز دیت آخیچ اچین ابونا نی جیو عدو عنال ای جندت اد سوگی دو خیریا وگو هستی کارا تا بوگین ابون دیبیرخی جنس قبول هبیزگی چوگی دو دیبیرخوند علبا بیزگی اما جیو خیریاس نقه چواج اونانی دیبیرخی قبول هبی حرام ما بوگین ابون دیبیرخوند چیت علب هبی دیبیرخی اخی پیهو لیو قدینو چیگی واق خون یدینگو نخیتسات سالان شرط بوگین ابون دیبیرسوک هیو نوخی ابی اخی احلو خون وکین جیو بسور مانو وکین آل داخون بلوغا عقیلو ارکنو بیخینو عادیلو جند راعولو بیخولو هیدینو وکین آل داخون نوخی ابی اخی احلو خون گو وکینی کولین ابون بیت سو چی هیدین گو اغال شرط اکامورو چی گی جیو دیبیر خون تیزه بیهولارین ابون هیو بیت سو چی وگین ابون جند چرخ بیخولو اما چی اصل صورت اگر دو گونا نگیسین بات ابا خیزه خلارهو اما بات ابا قولهو چیو گونانی قبیت سو چی اگر دانو گونانی چی اصو صورت حالا بون کلی بو گونانی گیتین غب صورت یکی توخیق فکرو بون کلی بو گونانی گیتین خارب جو تسالی الداس عجید بو گونانی گیتین هیو چی دیبیرخون تیزه بهولین ابون هلاسا خدوگی زینو دینیتا قالی بو گو جند الله گر حیاس وقتی را صحاتو ولایت الاعما تو ضعیف ابراعیال داری قون بیت سوچی والی خون ای دیبیر خون تیزه بهولین ابون تاسا بیشانیل کافیان لیل قیامی بی منصی بیل قضائی فلا ایوالا مغفلون و مختلو نظارین بی کبارین او مرادین هدینگو دیبیر جووک اینه کلا دیبیر خیخول درجه خی جیو وقخینه هیخی جنس عیابوله خون تنگی دیبیر خون تولاریلا غافولاو جندر پیکرو جاغاراو قدیاوک اینال داخون یاگ اونتاروک اینال داخون هدینا چی دیبیر خیال دا تولاریلا مجتهدن فلا یسیح تولیت جاهلین و مقلدین و این حفظ مذهب امامیه لعجزه عن ادراك اوامضه هدينغو دبير وك ان شرط بوغيلا قران حديث ال داسن حكم بوسيا شول درجه ال دجي واخرو هب شرط يقا قويا دبيزا بازو كامورا بوغو اخ ابولا چاره هچ اخي اكل دبيرين ابون تنغي دبير خون تولاريلا جاهيل او چي اي شرعي الحكم بجن دك حالار او چي دبير خون تولاريلا هدینگو اون قابگو مذهب اخول با کارو امام استان اخوی کارو چگی دیبیر خون تولاریل جیندا جیندر امام استول کن ابگو مذهب ریک اقی خانانا نگیتین شیلن ابونانی شگور اخی جیندر امام استول زحمت هل مسئلا بی ای غاریدال هل مسئلا بازا نقخ رعیال دستا دو عجیزوک این اخیال لعجیزوک اونی لغو
والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل. نخيت أبونا دي بيركن تيزي كانني غو قرآن حديث الدسن حكم بوسي يأكل درجة الدوغيو شوك إني كولي نابن جهو مجتهد شو قرآن حديث الدسن حكم بوسي زي بجارو لوهيب درجة الدوخاروشي اوغيلا جيندا قرآن أخيو حكم بي خالو عم بكوت سالدا رشت أرال آيات هاليش غول أي كينام نيجي چي أستا شويا بولل يجي خاص سابكوت سالدا رشت أرال آيات هش غوب هبجي غوستا خازي كولا يجي أبشي كوت سالدا رشت أرال آيات هش غوب هبجي غوستا خازي كولا هدين أچو غيلا قرآن حديث سالدا سان حكم بوس هلو إمام والمبين والمطلق والمقيد والناس والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه هدينغو قران حديث الدسن حكم بوسلو تشي كوليلا جند قران اخو الحكم بزسن خلو بيان ابون رشت عرب ايات هدينغو سوجال دا خورخي نبيچ اوغون رشت عرب ايات اوبشي كوتسالدا سوجال دا خورخي نبون رشت عرب ايات كي جند خلو چون قوت اومباچ عرب ايات كي جند خلو ظاهر الداجي باچ عرب ايات كي جند خلو هدينغو جنسا تو ايات اخو الحكم خوزابون رشت عرب ايات كي جند خلو هدينغو جندير حكم خوزابون رشت عرب ايات كي جند خلو هدينغو محكم اي بيان هبيال دي حاجة خولاريب ايات كي جند خلو اي الله استا شبنيجي جو ريخاربيج ان ابون اي هب ايات كولا بيان هبيال دي حاجة خولاريب هدينغو متشابه ابو لب ايات كي جند خلو اي بيان هبيال دي حاجة خولاب ايات اي الله توجوال دا ريخارو جين ابون ظاهر الدا معنى ابون اني اخيو معنى هدينا باجوني اي بيان ابي الد حاجه خلب ايات جند خلو كون غوك ان كوليلا وبحكام سنه من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والاحاد وهو بخلافه هدينغو او قران حديث الدسن حكم بوسلو تشوغيلا جند اورغ سول صلى الله عليه وسلم سول سنه زول حكم بخلو اي غوب حديث جيب متواتر حديث شبو جيب اي تواتر الدا جيب اج عرب اي جندير نوخال امير خراب حديث شغوب اي امير حديث بيسون جماعة تهجيب سراب حديث جال هريس يالدا تقدر قراروك ان الدا سبو جاروك انيب هدين اب حديث شغوب يجي احدي اب حديث شغوب اي سوچيس جيب سماج عرب هدين اب حديث شغوب اي امير اب نوخال داشن باج انش اب حديث شغوب هب خلقون غوك اني كوليلا والمتصل باتصال رواته إليه صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع هدينغو غو بوك إن كولا متصل بحديث جند خلوشن أي جندر سبشك حديث بيت سارة شعزل أورق صلى الله عليه وسلم سشد عن خور خرب حديث هدي مرفوعي بحديث أبو للا أورق استجي بور خرب هدين بحديث خلوشن غوك إن كولا أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوفة يجي غوب حديث أصحاب أستا شد عن خور خرابيش أي أصحاب أستا جيب قوكن شرب هب حديثيش غوبو جيب أبون هب جي خازي كولي لغوستا والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا يجي غوب حديث مرسل بحديثيش بو جيب المرسل بحديث بقيلة أصحاب ذا بيجين دا ريخر أو تابعي أو أبو الله خوصي هسل رعي لا أورق صلى الله عليه وسلم أبونا هادي أدي نبجو هادي هادي أدي نبجو هابونا إن أبون هب حديث شغبو جيب أبون هب جي جين دا خالو تشي كولي لا مجتهد أبو لو تشي قرآن حديث هل داسان حكم بوس يحكو دارج الدجي واخرو أو بحال الرواة قوة وضعفا يجي جند خالو چی کولی له غو قران حدیث هلدا سن حکم بو سلو چی حدیث بیت سن ال چعزل هل جند خالو قوت اشورا خکن ضعیف او کنا اشورا خکن او حدیث بیت سن چی قوت او شوگیو یگی ضعیف او شوگیو هگی جند خالو و ما تواتر ناقله و اجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالت ناقله هدینگو هب جوگی جند خالو هب حدیث جند سنقوا بلو بیت سن چی تواتر الدي شراج ارال اي جال هرسيا روك انال دي رقار روك انال دي سبوج عرب كود سال دي عمير كود سال دي شراج ارال دينغو صلافون ال سري ارال علين زبي امام زبي هب حديث قبول بيال دي تقدر قارال
هو حديث بيتسون اوچي عادل اوك انال دا سانس اخر خابولارين ابون هدينا كوثال دا وستغوب حديث كي خازي كوليلا وله الاكتفاء بتعديل امام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل وو قرآن حديث هل دا سان حكم بوسلو چيه سبيوليلا جنس عيا بيزي تو اماماس بولانو حديث بيتسون اوچي عادل اوكين ابون چيزا بيال داشون وو اماماس سول اي دو بولانو إمام أصول مذهب أستا صحيحية بيولي قوشة بوكين جندقي خالو أي قرآن حديث هلداسان حكم بوسلوتي أستخالي بوغو بولانو إمام أصول مذهب قوشة بوكين قلوغو إمام أس قوب حديث بيتسنو إمام عدل وكين جزا بيال داخون هل دعيا بيزي بيولي لغو قرآن حديث هلداسان حكم بوسلوتي أستخالي أي وصول مذهب خالي بوغو أستا صحيحية قوشة بوكين غو حديث بيت سنوچي عديلو يشوگيو ياگي جندك عيبو گيو يشوگيو ابون هدنا كوتسال دا قيچاب نازهابوك ان او امام اسو خالو استا شون عيابي زي بيوليل اي اغو امام اس هاگو چي عديلو يشوگيو ياگي عيب جندك بو گيو يشوگيو غو حديث بيت سنوچي ابون هل دا عيابون چيز بيوليل او قرآن حديث هلداسن حكم بو سلوچي اسي خلاص نخي توفيق يجي شرج أخي أخيول دبير زبير وقنا نجي هذ ما خراب جو نخيت سا هبيز قارب كل سال دا شهر عالدة دان دي كونغوت إي هذ هبيج أب عن زمان يخ خلاص نخي كوميك يا بيجي نخيت سا عبدار ساني بتلا والحمد لله رب العالمين.